بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد، هو تومازين. تومازين أقراص ودواء شرب مضاد للحساسية، مضاد للالتهابات. تومازين أقراص من الأدوية المضادة للهستامين غير المسكنة، يعتبر ذا تأثير طويل المدى، ويستخدم في علاج الالتهاب الانف الارجي وحالات الحساسيه الانفيه مثل الحساسيه للحيوانات الاليفه، ويستعمل في حاله حساسيه الغبار التي تحدث على مدار السنه، ويعالج بعض حالات حساسيه الجلد مثل الشري المزمن. اول نقطه هنتكلم فيها ايه هي دواعي استعمال تومازين. رقم واحد، يستعمل في علاج حالات الحساسية المختلفة، يعالج سيلان الأنف، يعالج العطس، يعالج الحكة، ويعالج العيون الدامعة وحكة الأنف والحنجرة، وحساسية جيوب الأنفية. رقم اثنين، يعالج حالات حمى القش، ويعالج أيضا الحمى المزمنة التي تعرف باسم الشري المزمن مجهول السبب. الجرعة وطريقة الاستعمال، يفضل تناول تومازين قبل النوم. ليه؟ لأنه هو بيسبب نعاس، فالأفضل هو تناوله قبل النوم لتجنب الشعور بالنعاس أثناء النهار. يجب أن يؤخذ على معدة فارغة، أي قبل الأكل بنصف ساعة أو بعد الأكل بساعتين. الجرعة للبالغين 5 ملي جرام الى 10 ملي جرام مرة واحدة يوميا، بحد اقصى 10 ملي جرام، اي كورس واحد فقط، يعني ممكن كورس او نص كورس. ينصح الاطباء المسنين ومرضى الكبد ومرضى الكلى ان يكتفوا بنص كورس فقط لتجنب حدوث مضاعفات. يؤخذ بالنسبة للأطفال من 6 شهور سنتين بجرعة 2.5 سنتي من دواء الشرب مرة واحدة يومية. أما الأطفال من 2 لـ6 سنين تؤخذ الجرعة 2.5 سنتي، يمكن زيادتها إلى 5 سنتي كجرعة قصوى. الآثار الجانبية لتومازين، قد يعاني المريض من ظهور طفح جلدي نتيجة وجود حساسية ضد مادة الأمبيرازول، المادة الفعالة الموجودة في تومازين، كما يوجد إمكانية حدوث تورم في الشفاه واللسان. يمكن أن يحدث أيضا صداع وألم في المعدة وإسهال وإمساك وعسر هضم. يتسبب في تومازين في نقص كرات الدم البيضاء، والأعراض النادرة التهاب الجهاز التنفسي العلوي، وانتفاخ في البطن، وتسمم في الكبد وهشاشة عظام. أحيانا يحدث تشنجات والتهابات للجهاز العصبي المركزي عند زيادة الجرعة. طب ما هي احتياطات وموانع استعمال تومازين؟ يمنع تناول تومازين في حالة المرضى الذين مصابين بحساسية ضد المادة الفعالة، ويجب إخبار الطبيب عند ظهور أعراض تدل على وجود حساسية مثل تورم الشفاه أو تورم الوجه. أيضا يمنع تناوله أثناء فترة الحمل إلا تحت إشراف الطبيب، لأنه بيؤثر سلبا على صحة الجنين، وأيضا لا يفضل تناوله في حالة الرضاعة لأنه يتم فرزه في لبن الأم مما قد يسبب مشاكل صحية. بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ الطبيب إذا كان المريض يعاني من كسور في الكبد أو فشل كلوي، حيث يجب حينها في ذلك الوقت تقليل الجرعة لتجنب حدوث مضاعفات صحية للمريض. ما هي التفاعلات الدوائية لتومازين؟ طبعا المريض لازم يخبر الطبيب بكل الأدوية التي يتناولها، والطبيب هو اللي يقرر إن كان في حدوث تفاعلات دوائية بين تومازين وبين هذه الأدوية. ويجب تجنب الكحوليات والمهدئات والمنومات، لأن ده بيتسبب في حدوث دوخة ودوار، وتناول هذه الأشياء اللي هي المهدئات والمنومات والكحول، تناولها مع بعض الأدوية
يؤدي لزيادة تأثيرها في الجسم، لذلك يجب إخبار الطبيب. النقطة اللي بعد كده، ما هو سعر تومازين؟ يتوفر تومازين أكراز في مصر بسعر 10.2 جنيه مصري فقط لا غير. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم من الفيديو، وأرجو أن أنتم تدعموا القناة بالاشتراك في لايك وضغط بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.